والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تكلمنا عن مقدمة عن الجافا سكريبت وشوية الفاندمنتالز، رح نتكلم اليوم عن بيزك اكزامبلز، يعني زي أمثلة بسيطة للي ممكن تعمله جافا سكريبت. الموضوع ده بيحاول يديلك زي نظرة عامة هي بتتكلم مع مين، يعني هي ممكن تعمل ايه. لو انت شفت الامثلة دي ان شاء الله بإذن الله في مخيلتك ممكن المشهد يكمل شوية علشان تعرف بقى امكانياتها هي ايه. وده جزء بسيط جدا من الحاجات اللي ممكن تعملها جافا سكريبت، احنا بس عايزين نخليها كايه، كنقطة اساسية. النقطة الاولانية بيقول لك جافا سكريبت كان تشينج HTML content، واحنا بنقول ان جافا سكريبت بتقدر تغير في الكونتنت بتاع ملف الاستراكشر نفسه. طيب ما تيجي نشوف كده. عندي مثلا هنا الراجل ده عامل اتش 2 وعامل بي، عامل باراجراف اللي هو مكتوب فيه كلمه جافا سكريبت وبيدي له اي دي ديمو، تمام؟ فبيقول لك بص يا سيدي، وعامل بوتوم وعايز يقول لك لما تيجي تضغط على 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 كليك مي على الزرار ده خلي ديمو يظهر، يعني تمام. لو انا ضغطت على كليك مي هلاقي ان الباراجراف اتبدل من الباراجراف اللي كان مكتوب، لو انا معرفش كان مكتوب ايه بصراحه، فبيجت حاجه ثانيه. يعني انا كان عندي جافا سكريبت كان تشينج اتش تي ام ال، فبيقول لي لو انا ضغطت على 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 كليك، لو انا ضغطت على كليك مي خلي لي الكلمه هلو جافا سكريبت، فلو ضغطت هتلاقي الكلمه هلو جافا سكريبت. فده الفيتشر بتاع ان جافا سكريبت بتقدر تغير او تتشينج في المحتوى بتاع الاتش تي ام ال، المحتوى الاستراكشر، تمام. ويا ريت تركز معايا شويه في موضوع المحتوى علشان تعرف تكتب انت واسم الجافا سكريبت هتحطه فين، ده اللي هو هوير 2 يعني. علشان لو انت كنت بتمنتج في الكونتنت نفس القصه اللي احنا كنا حكينا فيها ديت، او ربما يجي الكلام عنها في المستقبل. لو انت عايز تمنتج في كونتنت قبل ما الصفحه تحملها يكتمل، ولا انت لازم ان الصفحه يكمل تحملها علشان تغير في المحتوى، الامور ديت بيتوقف عليها بالظبط انت هتحط كود الجافا سكريبت بتاعك فين، تمام. النقطه الثانيه بيقول لك ان الجافا سكريبت مع النصوص بتقبل الدبل كوتيشنز والكوتيشن، الكيوت واحده والدبل كيوت، يعني انا عندي واحده تشتغل، الواحده تشتغل واثنين تشتغل معاك برضو على السترنجات على قيم النصوص، تمام. النقطه الثانيه جافا سكريبت كانت تشينج اتش تي ام ال اتريبيوت، يعني طيب نتيجه نشوف كده. هي مش بس بتقدر تغير في الكونتنت، هي لا دي كمان ممكن تغير في الخصائص بتاعت اتش تي ام ال. ببساطه مديني اتش 2 و2 باراجراف ومديني زرارين، زرار اسمه تيرن اون وزرار اسمه تيرن اوف. الزرار اللي اسمه تيرن اون ده مربوط بصوره اسمها بول اون، الزرار اللي اسمه تيرن اوف ده مربوط بصوره اسمها ايه، بول اوف. فانت لو ضغطت على تيرن اون هيروح مستدعي لك الصوره اللي اسمها بول اون، لو ضغطت على تيرن اوف هيروح مستدعي لك الصوره اللي اسمها مش عارف ايه كده يعني. فبالتالي هو كده عمل الكنترول في ان هو غير في الاتريبيوتس. ايه الاتريبيوت بتاعت الصوره؟ الاس ار سي السورس، الصوره اتغيرت، فادالك ايحاء بان ده في انتر اكتف حصلت في البراوزر. ديت الجانب الثاني، وديت خاصيه من ضمن الخصائص، او ده يعني من الحاجات اللي كان جافا سكريبت دو يعني. الحاجه الثالثه بتكون جافا سكريبت كان تشينج اتش تي ام ال ستايلز، المره دي في الكنترول على المظهر بقى، الكلام مش بس على مين، على الكونتنت، على المارك اب، ممكن يبقى الكلام برضو على السي اس اس. انا عندي مثلا نص زي جافا سكريبت كان تشينج ذا ستايل اوف اتش تي ام ال اليمنت، وده الافتراضي بتاعه تقريبا ممكن يكون 16 على ما اذكر يعني. المهم هو بيقول لي لما نضغط على زرار اسمه كليك مي ده اون كليك خلي لي فونت سايز 35، يعني الكلمه دي المفروض لو انا ضغطت عليها تبقى ايه 35. فانا كده عملت كنترول في المظهر، بدليل ان انا كنت حاطط وصمة ستايل عشان مستخدم الايه الاتريبيوت او البروبرتي فونت سايز عشان اغير، عشان اعلي الحجم شويه. فبالتالي جافا سكريبت مش بس بتقدر تكنترول في الكونتنت، لا ده كمان بتقدر تمانج اور تشينج في الستايلز ملفات السي اس اس. الجانب الثاني جافا سكريبت كان هايد اتش تي ام ال اليمنتس، هايد تخفيها من المساحه معاك، يعني انت عندك ديمو اللي مكتوب فيه كده جافا سكريبت كان هايد اتش تي ام ال اليمنت، ولما تضغط على كليك مي ايه اللي هيحصل؟ الستايل دوت ديسبلاي غير في ماشي. انت عرفت ان ديسبلاي نان، يعني امر مش جديد عليك طبعا، الناس اللي فهمت كورس سي ال اس اس فعايز ديمو ده يبقى ديسبلاي نان. فين ديمو الاي دي ده؟ ده الاي دي اللي هو اسمه ديمو. الحاجه المكرره معاك كتير خالص اللي هي جيت اليمنت باي اي دي، وده انا هحكي عليه ان شاء الله باذن الله بشكل كبير بعدين. فانت لو ضغطت على كليك مي هتلاقي ان الديمو ده اختفى اللي هي كلمه جافا سكريبت. فجافا سكريبت بتقدر
تهايد، وزي ما بتقدر تهايد تقدر تشوف. انت عارف طبعا لما يكون في ديسبلاي نب هتعكس، هتخليها ديسبلاي بلوك مثلا، هي ما كانتش موجوده كده. فلما انت عايز ايه، انا عندي كونتنت البي واخد ستايل نب ان هو مش موجود دلوقتي، فلما انت تعمل له كليك مي هتلاقيه بيجي موجود، يعني قال له شوف سكريبت، بس هو ليه وجود خد بالك ان هو اساسا بي بس واخد ديسبلاي نب. امتى يبقى ديسبلاي بلوك؟ لما انت لما ايه لما انت تعمل التريجر او الايفنت بتاع انك تكليك على فروح جافا سكريبت تستجيب للانتراكت بتاعك بانتراكت برياكشن، فتروح الكلام الفاضي ده. دولت امثله بسيطه على اللي تقدر تعمله جافا سكريبت كنقطة اساسيه. ها كنقطة اساسيه جافا سكريبت تقدر تكنترول في الكونتنت، جميل، وتقدر تغير في الكونتنت، تقدر تضيف وتشيل في الكونتنت. جافا سكريبت تقدر تعمل نفس الكلام مع ستايلات المظهر، مع عناصر المظهر سي اس اس. يا رب تكون الصوره واضحه. دايركتلي رايحين على وير 2 وعلشان نتعلم ازاي وفين بالظبط راح نكتب كود الجافا سكريبت في تكست اديتور بتاعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.